عيادة ممثلين عظام جدا، ممثلين كبار جدا. معلش أنا هختار حد من الجيل القديم ونتكلم عليه، يعني نتكلم على زكي رستم. زكي رستم الباشا في نهر الحب، زكي رستم تاجر الخضار في الفتوة، زكي رستم مهرب المخدرات في رصيف نمرة 5، زكي رستم الأب والموظف اللي معاه 4 بنات في أنا وبناتي. يستطيع زكي رستم أنه يعمل الباشا فيقنعك، والباشا القوي، الباشا بلا مشاعر، اللي بيقول للفاتن حمامة أنت تأخرت 2 دقيقة يا أمال، والدقيقتين دول يفرقوا في تاريخ الأمم. زكي رستم اللي في المشهد راح الشباك وفكر لما طلبت منه الطلاق وقعد يفكر. زكي رستم في الباشا وزير حقانية ورئيس دولة ومعالي رئيس وزراء. انت قدام باشا 100%. انا حكى لي فريد شوقي مرة وقال لي انه كان بيعمل الفتوى مع زكي بيه، وكان المفروض صراع بينهم في التلاجة بينتهي بموت فريد شوقي وبعدين بيكمل زكي رستم بقية المشهد. ففريد شوقي طلع ورا الكاميرا كده اعجابا باداء زكي بيه عشان يتفرج على زكي بيه وبيكمل المشهد. فزكي بيه ضرب بعينه لمح فريد شوقي فقال ستوب. قال له انا مموتك جوه دلوقتي، ازاي الاقيك واقف قدامي واكمل المشهد؟ انا بكمل المشهد على اساس انك انت ميت، ما اقدرش اشوفك قدامي. يعني كان بيتقمص وبيعيش اللحظه اللي هو بيأديها بصدق شديد جدا جدا. لا زكي بيه ظاهرة يعني يمكن اتكررت برضه في السينما المصرية، وجاء نجوم كتير عملوا أدوار عظيمة، لكن معلش أنا يبقى في ذهني دايما زكي بيه رستم كعظيم عظماء السينما المصرية. الحقيقة أنا عملت 23 فيلم، كل فيلم يعني في أفلام كتيرة منهم
انا بحبها، في افلام بحاول ما افتكرهاش انساها. لكن الواحد لما يحب يرجع كده ويشوف في ذاكرته الافلام ويتكلم على فيلم، ما اقدرش ما اتكلمش عن العزب امرأة. العزب امرأة كان اول فيلم في تاريخ حياتي. حقيقة انا عملت افلام كويسة، لكن العزب امرأة كان فيلم اعتقد انه كان فيلم جيد، نال استحسان الجمهور جدا جدا جدا، واستمر عرضه 17 اسبوع في سينما راديو. سينما راديو دي ما تعرضش فيها فيلم 17 اسبوع ابدا. العزب امرأة اول اخراج لي، فعشان كده الفيلم ده فيه او ليه ذكريات يعني كتيرة عندي. انا جيت في فترة كنت بشتغل مساعد مخرج، واشتغلت فترة طويلة مع أستاذ كبار، أستاذ محمد عبد العزيز، أستاذ حسين كمال، أستاذ أشرف فهمي، أستاذ حلمي حليم. وبعدين جيت في وقت حسيت أن أنا عايز أخرج، وكان أستاذي في المعهد الأستاذ علي الزرقاني أحسن من كتب السيناريو في تاريخ مصر، هو كان أستاذي وصديقي في نفس الوقت، كنا بنروح ماتشات الأهلي سوا وبنقعد في النقابة نلعب طاولة سوا، واتفقنا أن احنا هيكتب لي اول فيلم. قعدنا نفكر في افكار الى ان استقرنا على فكره فيلم العزب امراه. بعد ما استقرنا على الفكره، طب يلا بقى نكتب الفكره. فالاستاذ علي الزرقاني قال لي انا محتاج 3000 جنيه عشان اكتب الفيلم ده، وهم مصاريف 10 اشهر بالنسبه لي. انا كل شهر محتاج 300 جنيه والفيلم هيخلص في 19 اشهر، فمحتاج 3000 جنيه. طب اعمل ايه انا يعني، لسه ما فيش منتج ولا حاجه، وانا كنت انا اللي عايز اتصدر للانتاج عشان ما اروحش لحد يعني. فرحت بايع شقتي، الشقه في مدينه المهندسين في حته جميله جدا وشارع الرئيسي، ورحت بايع العفش بتاع الشقه كله. الشقه بالعفش جابوا 3100 جنيه. اديت للاستاذ علي الزرقاني ال 3000 جنيه وانا خدت ال 100 جنيه. كتب الاستاذ علي السيناريو، خد 10 اشهر فعلا. كان حصل الانفتاح والاسعار بقى، انا فاهم ان انا يعني لما اعمل الفيلم وبتاع مش عارف ايه اخد شقه تانية اغلى 200 جنيه ولا بتاع. الانفتاح حصل والشقه غليت جدا، مش مشكله. نبتدي نشوف بقى ننتج الفيلم ده ازاي ولا نعمل ايه. قريناه للاستاذ محمود ياسين واعجب بيه اعجاب شديد جدا، وهو كان متحمس لي من ايام ما كنت مساعد مخرج. عرضنا السيناريو على منتجين مصر كلهم تقريبا، يا من ناحيتي انا، يا من ناحيه الاستاذ علي الزرقاني، يا من ناحيه الاستاذ محمود ياسين. منتج يخاف من السيناريو جدا ويوافق عليا كمخرج، ومنتج العكس، يا يرضى بيا ويرفض السيناريو، يا يرفض السيناريو ويرضى بيا، يا يرفضني انا ويقبل السيناريو. المهم قعدنا حوالي 3 سنين مش عارفين نلاقي منتج ولا ننفذ هذا الفيلم. ابتديت اتنازل وقلت يا اخوانا انا مستعد المنتج اللي هينتج الفيلم ده اديله السيناريو اللي دفعت فيه 3000 جنيه شقتي مجانا، واخرج الفيلم مجانا. انا مش عايز ولا قرش ساغ من اخراج الفيلم، بس انا عايز اخرج الفيلم. ما نجحناش، الى ان بالصدفه استاذ محمود ياسين كان في منتج رياض العقاد، اخو المخرج الكبير الراحل مصطفى العقاد، وجا مصر هنا وعايز يعمل شركه انتاج، وعرض على الاستاذ محمود ياسين كذا موضوع ما وافقش عليهم. وبعدين قال له عايز تشتغل معايا في سيناريو بس مخرج جديد، وفكره الفيلم غريبه شويه، مش فكره عاديه ولا تقليديه، اراها فاعجب بيها جدا. وقال لك وايه يعني مخرج جديد، نقف جنب مخرج جديد، الفيلم ينجح ما ينجحش، يغطي ما انا هعمل 10 افلام ولا 12 فيلم في السنه يعني يكون وضعه ايا كان. وعملنا الفيلم واتعرض الفيلم وحقق نجاح غير عادي ماديا وعلى مستوى الكتاب ونقاد السينما كلهم والصحافة والإعلام، احتفلوا بيا وقالوا يعني مولد مخرج عظيم، ومش ممكن مخرج كده في أول فيلم ليه يقدم هذا المستوى. وبعد 5-6 أيام من عرض الفيلم
90% من المنتجين اللي عرضت عليهم الفيلم ده سيناريو ببلاش واخراج ببلاش كانوا بيجوا لي البيت ويسيبوا لي فلوس ويقولوا لي علشان اول فكره تجيلك تبقى احنا لينا الاولويه. عشان كده انا ما انساش العزب امرأة ابدا. وعامل ايه في المدرسه؟ شاطر قوي قوي قوي. مالك يا جلال سرحان في ايه يا بابا؟ اول مره احقق في صوره والدي. ده انا شبهه تمام. كلك هو الخالق الناطق. من صغري؟ من وانت قد كده؟ تقريبا وانا عندي كام سنه. كام سنه؟ من قبل ما تكمل سنه. يعني كنت شبه والدي تمام؟ لا مش تمام، كان ناقص لك شنب. كل الاولاد بيطلعوا شبه ابوهم. امال يا ابني؟ ولاد الحلال. طب واللي ما يطلعش شبه ابوه؟ يبقى واخد من والدته ولا من حد من العيله. مش بيقولوا الولد لخاله؟ يعني زي هشام كده. وريني كده يا اختي. هو جمال هشام على حد؟ لا صحيح حنين، هو شبهي ولا شبه مامته؟ عايز الحق؟ هو في من المرحوم والدك كتير قوي. يعني ما فيهوش حاجه مني؟ يمكن الشعر، ولو ان شعر هشام احلى وانعم من شعرك. مش كده يا حبيبي؟ لا شعر بابا انا. ايه هو احنا هنكذب على ربنا؟ اما هم استعجل ام محمد، احسن زمانكم جوعتوا قوي. انت متاكد ان هشام ابنك؟ انت متاكد ان هشام ابنك؟ انت متاكد ان هشام ابنك؟ توصليني ليه؟ انا مش قادر استحمل اكتر من كده. الانسان مهما كان ارادته محدوده والنتيجه حاجه من اتنين، يا هتجنن يا انتحر. مش ممكن تنتحر. انا عايش لابني. تفتكر الانسان يقدر يواصل حياته من غير حاجه يعيش عشانها؟ يعني انت دلوقتي بترفع الرايه البيضة؟ لا انا اعرض الصلح. وايه شروطك؟ تقولي لي بصراحه الحقيقه، كل الحقيقه، واوعدك اني اسامحك. اعترف بجريمه ما عملتهاش؟ ما تخافيش، احلف لك بالله بابني ده اذا كان ابني، مش هفضح سرك ابدا. مفيش راجل ينشر عاره على الناس. انت اللي اعترفت بالخيانه وانا منتظر التفاصيل. انت مستعد تصدق فيا ايه، الاخلاص ولا الخيانه؟ الاخلاص حاله لا يمكن اثباتها، لكن الخيانه ممكن اثباتها بسهوله. انت عايز تثبت ادانتي وتشهر بيا وتحطمني؟ انا ما اقعش في المصيده دي. اذا كنت غلطت وخنتيني هطلقك وهتاخدي الولد طبعا. ما هو مش معقول هتمسك بطفل من راجل تاني. تصبح على خير. انا افتكرت لما سافرت اوروبا في مؤتمر قعدت 20 يوم، ولما رجعت لقيتك مصيفه في اسكندريه في كابينه ناس قرايبك. بعد ما رجعت بايام قلت لي انك حملت في الولد. مين ابو الولد؟ انت.